هذا البرنامج برعاية كريم هايبر ماركت. سيدي، أول تحدي عندنا ببرنامجنا في تحديين، تحدي هون تحدي راح نروح فيه كمان شوي على طاولة البينج بونج. تمام. تحدي الأسئلة شريف. حلو. في عندنا 20 سؤال هيهم قدامك موجودين، 10 أسئلة حتسألني إياهم و10 أسئلة حسألك إياهم. يعني كيف معلوماتك العامة؟ مع كورونا شوي فيصل. وصل آه. بدون تواضع، لا معلوماتك العامة سعاد تحكي انها جيدة جدا. لا سعاد لا مش آه. جيدة جدا وصل. والله يخوف مجربيتك بحلقات ماضية. لا ما هو شكله. طيب الجرس حاليا رن بداني. اوكي. فعشان الجرس رن بداني سيدي عزيز، بدنا نقوم انا وانت نفتح تمام. واحد من البوكسات. تمام حبيت. ونختارهم عشان نربح. طالما الجرس رن حاليا مشاهدينا الاعزاء يعني لازم تحط كومنت، اذا طلعت انت اخر كومنت راح نروح على طقس العرب جو اريا وراح نربحك جائزه. اسمح لي انا اختار، نختار هذا؟ اه يلا. هذا تمام 100%. نشوف اللي ربح معانا، شو ربح معانا جائزه، ونقول الف مبروك، ربحت معانا يا سيدي العزيز قسيمة بنزين بقيمة 10 دنانير مقدمة من المناصير للزيوت والمحروقات، مكيف مقدم من شركة الأعمال المتقدمة للتكييف الحديثة، وفطور لشخصين بقيمة 70 دينار مقدم من مطعم كوبا كابانا. 70 ليرة هدول لحالك بتروح فيهم. اسمع انا كوبا كابانا زبون عنده. جد؟ بتدمروا لما اجي. بتدمروا؟ تضرب عندهم. بمس على الواحد، على الواحد تقريبا اعتقد اخر الأربعين. تمام. انا باكل بجوز 200 ليرة. والله نقول له نزل. تفضل محلك، تفضل سيدي. طيب بعدين شوف انس، انا بحب اللحمه مش ويل دان 100%. لا امورك طيبه، موضوعك عندي. بس اسمع، بالنسبه لموضوع كوبا كابانا يعني الله يكون بعونهم، لانه اصلا فكره المطعم all you can eat واغلب المنيو تبعه عنده لحمه، فيعني قلبي معاكم والله. الاداره هناك والشفات وكل حدا بيشتغل هناك. جواتها ايش؟ مبطنين حصوف مشوك. محطوط هذا الصوف تبع المكيف. كتكوت هذا، عرفت؟ لا هذا الصوف الصخري يا اسامه. اعطى يا زلمه. طيب سيدي بلش تحدينا. يلا سيدي اسئلتك امسكها سيدي وخلينا نبلش. يلا نبلش معك باول سؤال ولا انت تبلش معي باول سؤال؟ لا انت بلش. ما معنى كلمه الصنديد؟ الصنديد؟ نعم شريف انسان صنديد. الشديد القوي الشجاع. الشجاع انت شجاع طبعا صنديد. الشجاع كريم ما بتعرف. اقول من انا. السؤال عندك سيدي تفضل. ما معنى كلمه الوبيل؟ ايه وبيل، انا بعرف وابل من النيران يعني. وابل لا الوبيل، انا قريت اول شيء على فكره اليوبيل بس الوبيل. لا طلعت الوبيل. يمكن اشي له علاقه بالوهن او التعب او لا اعطيك خيارات او قله الحاجه او الحاجه. لا ما خلي اعطيك. طيب. الوبيل هو الخفيف. تمام. ولا الثقيل. نعم. ولا العليل. ثقيل. ثقيل جواب صحيح. ما بعرفها والله بس شن مصر. ثقيل ممتاز. صحيح جواب صحيح. ما هي الوان العلم الصيني؟ احمر. غير في احمر وفي كمان ايش تذكر؟ في النجم الصفراء. اصفر واحمر. صح مظبوط. الله عليك. عندك ما هي الوان علم اليمن؟ علم اليمن احمر وابيض واسود. مظبوط ممتاز صحيح. تحياتنا لليمن الشقيق. طبعا اكيد. من هي الفنانه التي شاركت احمد فهمي تقديم برنامج سهرانين معكم بالبيت الذي عرض في رمضان الماضي على شاشه ام بي سي؟ شو معرفني احمد مين؟ احمد فهمي فنانه لبنانيه معروفه. فنانة لبنانية معروفة ليكون مايا دياب. لا مش مايا دياب، بعرفش. اعطيني خيارات. مايا دياب، سيرين عبد النور، ام نسيت اسم فنانة نادين الجيم. لا نادين ما بتقدم، فنسرين عبد النور. نسرين عبد النور. مين هاي نسرين عبد النور؟ نسرين عبد النور هاي. سيرين عبد النور كانت مس الدرسي بالاول بس نسرين عبد النور. سيرين عبد النور صح 100%. الله عليك سيدي. سؤال عندك. سيرين عبد النور غنت بفيلم رمضان ابو المبروك على مين حموده مع حنيدي. اللي مالكش فيه مالكش دعوه بيه. المهم ما هو جمع ايش؟ ما هو جمع جبين؟ جبين؟ جبين اعتقد. جبن. هو في هذا ثلاث خيارات صح؟ جبن صح،
جبن صح. هو مكتوب ثلاث كلمات، شكل الثلاثه صحيحه اذا اجبتهم يعني. ثلاثه صح اوكي. واحده منهم الجبن صح، اجابه صحيحه. صح. وفي اجبن واجبنه واجبن اجبن، بس مش اجبان لها جمع جبنه هذيك. بالضبط، فجبن. طيب ماذا يطلق على من يقود السفينه؟ قبطان. قبطان صح 100%. طب السؤال عندك سيدي، من هي المذيعه التي قامت بتقديم برنامج اغلب السقة؟ رزان المغرب. صحيح. الله. عندك سيدي. القناة التي تصل بين البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط هي قناة السويس. السويس طبعا. بلشونا ماما. انت نصك مصري. نصي مصري صح؟ صحيح. ام الدنيا. مصرية ام الدنيا. طبعا من القاهرة المعز. تفضل سيدي. من المطرب الذي غنى تتر المسلسل اللبناني العودة من بطولة دانييلا رحمة ونيكولا معوض؟ عاصي الحلاني، ملحم زين ولا ادهم النابلسي؟ على الاغلب ملحم زين. صحيح. الله عليك ابو الجثاوي. صحيح. اوكي. ما هي المنظمة الدولية؟ تقول يا الله حظك. شعاب. اوكي. مقهور. ما هي المنظمة الدولية للشرطة الجنائية؟ الانتربول. انتربول. الانتربول. الله طبعا. ما هي عملة ايران؟ سعاد. شو حطيت لي يا سؤال ما اسم من يقود السفينه وحطيت لي سؤال يعني مش عارف شو اقول لك يعني. قولي معروفه. بتحضرش نشرات اخبار؟ لا بحضرش نشرات يا أخبار. يا سعاد ايران دوله مغلقه مش كثير منفتحه يعني، يعني سياحتها مش معروفه كثير عشان نعرف العمله تاعتها. ها تعطيني خيارات. ما يعني شو بدي اقول لك؟ الدينار الايراني ولا الريال الايراني ولا الدرهم الايراني؟ يعني جزء من قربها لدول الخليج ممكن تكون الريال الايراني. مزبوط. صح. صحيح. تحليل منطقي حبيبي جدا. الله يسعدك. صحيح صحيح. ما هو الاقليم التي تقع في برشلونه؟ كاتالونيا. تفضل الاسئله مسهله. كاتالونيا. طيب. لا لا واحد زيي انا ما بفهمش الرياضه بس انا بصحى دائما بالاخبار. جاوب صح. منظمه الامم المتحده للطفوله هي اليونسيف. صح. نعم. عملية إخراج الهواء من الرئتين تسمى زفير. 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 أسئلة صف أول حقيقي. ماشي. هذا السؤال ليش حطينه؟ اسمعي كثير صعب. من قائل ويل لأمة تأكل مما لا تزرع؟ هلا كثير حكت هاي المقولة هاي الفترة. مزبوط. هلا احنا تنطبق علينا الوطن العربي كله يعني. قائل هذه هي المقولة سيدي جبران خليل جبران. صحيح. ميلا. صحيح. تمام. من كم طبقة فاتحة كتاب العلوم تبع صف رابع وجايبيت لك الأسئلة. من كم طبقة يتكون الجلد؟ شو معرفني؟ من ثلاث طبقات يمكن. صح 100%. من ثلاث طبقات. البشرة الأدمة والنسيج تحت الجلد. هسا بعرفش الأسامي بس إنه من ثلاث بتذكر. تفضل. ما هو صوت الماء؟ خليط. صح. إجابة صحيحة. أوكي. من هو الممثل الذي شارك نادين جيم بطولة خمسة ونص؟ مسلسل خمسة ونص. قصي خولي. الله عليك. 100%. طلع عندك سؤال. ما هو لقب عبد الحليم حافظ رحمه الله؟ العندليب. العندليب. صحيح. العندليب الأسمر. قدر النتيجة سعاد 10 10. صح. متعادلين. متعادلين سيدي. أمور 100%. يسعدك. أصلي. أصلي. هذا البرنامج برعاية كريم هايبر ماركت.